مؤتمر الصحفي، يعني المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر، ايه اللي اتقال ومارسيل كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراه بكره؟ خلي بالكم المؤتمرات الصحفيه ساعات بتبقى يعني بتدي انطباع بشكل كبير، خاصه اللي بعد المباراه. يعني النهارده الاستعدادات للمباراه، مارسيل كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي؟ نشوف مع حضراتكم. أتمنى إن شاء الله إن فريقي بكرة تكون عندها قمة التركيز، الشراسة والرغبة، سواء في اللعب لقدام، اللعب الهجومي. أتمنى إن فرقة بكرة تكون عندها كامل التركيز والشراسة والإصرار في الجزء الدفاعي كمان. بنتمنى إن الفرقة تكون في أحسن حال. أنا أعتقد إن الفريق متأكد إن الفريق مستعد كويس، وأتمنى إن هم يظهروا بكرة بالمستوى اللي هم يستحقوه. ما اتكلمناش عن النقطة دي بشكل محدد أو بالتحديد، لكن طبعاً اتكلمنا على أهمية البطولة، أهمية الدخول في البطولة. أي بطولة واحد بيخش فيها في الأول لازم يدخل فيها بقوة وبجدية وبإصرار في البداية. لا، أنت قدامك منافس، المنافس قدامك برضو عنده دوافع، عنده رغبة، عايز ياخد منك نقاط. كل دي عناصر بتبقى في الاعتبار، لكن احنا بكره ان شاء الله عايزين نكون اكثر ذكاء، عايزين نكون عندنا اكثر اصرار، عندنا جمهور في ظهرنا، لازم ان احنا نروحه مبسوط، لازم نعمل كل حاجه عشان ان احنا نظهر مظهر بكره كويس، وان احنا نعمل نتيجه كويسه لسعي الجماهير. طبعا الموضوع مش زي اوروبا ان الواحد يقدر يحصل على معلومات بشكل غزير او يشوف اي فرقه في اي وقت في اي حاجه، ده مش متاح هنا بنفس القدر. لكن انا وده طبعا بيعطل شويه عمليه التحضير والتحليل، لكن انا حصلت على 3 مباريات كامله للفريق، قدرت ان انا اتفرج عليه كويس، قدرت ان انا احاول ان انا اطلع منه احسن اكبر قدر من المعلومات، بحيث ان انا اقدر اديها للعيبه انها تبقى معاها معلومه كافيه عن الفرقه وطريقه لعبها وشكلها ونقاط قوه والضعف. فده هنقدر نتكلم فيه مع اللعيبه، لكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش زي اوروبا ان انت تقدر تحصل على المعلومات بنفس السهوله. بالتاكيد لو الواحد بيسالني على اللي انا نفسي فيه، نفسي طبعا لعيبتي تبقى معايا طول الوقت، كلهم سلام، كلهم طول الوقت معايا، لكن احنا فريق كبير وبالتالي عندنا لعيبه دوليه كتير. اللعيبه الدوليه مش المصريين بس، كان عندنا كمان لعيبه دوليه من جنوب افريقيا او مالي. بيبقى كمان غير للاسف كمان بيتم حساب الماتشات بوقت ضيق جدا بين الماتشات الدوليه او التوقف الدولي وبين الماتشات بتاع دوري الابطال. كل مره بنتعرض لنفس المشكله دي مع وجود الطيران وتاخير الطيران، اللعيبه بتيجي متاخر، فكل ده طبعا بيعطل الامور. لكن ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره، عارفه تتعامل مع الموقف ده، تتعامل مع الموقف ده كتير قبل كده. كمان بيبقى قراري في الاخر، انا بفكر ساعات ان بعض اللعيبه اقول طيب هل اريحه ان انا ما ينزلش من الاول، او ان انا اريحه الماتش ده اديله 2 3 كمان، بحيث ان انا عشان ما يقعش مني الماتشات اللي بعد كده، افكر في المستقبل كمان. كل ده بيبقى قراري، لازم كل بحسب كل ده مع بعض عشان اقدر اعمل قرار سليم. طبعا اتكلم مارسيل كولر على بعض النقاط المهمه جدا في المؤتمر، اتكلم على الاستعدادات بالنسبه لتركيز اللاعبين والشراسه في الاداء اللي بيتمنى يكون على اعلى مستوى، ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني اتكلم كمان على جاهزيه اللاعبين، جاهزيه اللاعبين هو طبعا مهتم جدا بهذه الجزئيه. الجزء اللي كمان نتكلم فيه انه حاول بقدر الامكان انه يجمع داتا ويجمع بعض المباريات عشان يتعرف على فريق ميديما الغاني، والحقيقه قال انه فعلا اتفرج يمكن على 3 مباريات، هو بقدر الامكان بيحاول يشوف الشكل التكتيكي، افضل اللاعبين ايه، نقاط الضعف والقوه من خلال المباريات ديت. هو بيقول عنده اكيد صعوبه في الحصول على هذه المباريات، مش زي اوروبا الامور سهله بالنسبه له بالنسبه لعمليه تحليل الفرق المنافسه. وكان على نقطه مهمه جدا عمليه التجمع بعد التوقف الدولي. الحقيقه دايما بيكون التوقف الدولي والعوده للدوري المحلي بيكون في شويه قلق، يعني بيكون في كده بعض الحاجات، خاصه النقطه اللي قالها كولر ان معظم لاعبتنا على المستوى اللي بتلعب على مستوى المنتخبات، اذا كان على مستوى المنتخب المصري او اللعيبه الافارقه او المحترفين عندنا، نتيجه السفر الكبير والبعد المسافات، ويمكن بيجوا في ايام قليله جدا قبل انطلاق المباريات المحليه او المباريات الافريقيه، ده بيديله شويه قلق. هو طبعا يتمنى ان يكون كل لعيبته معاه، ولكن بيقول في نفس الوقت لازم بجهز كل السكواد عشان يكون جاهز. وقال نقطة كمان مهمة واحنا اتكلمنا عليها في الأول، للانطلاق البداية، لازم البداية في البطولات ديت لازم تكون بداية قوية جدا، وإن شاء الله ده اللي نشوفه بكرة بإذن الله في فرقتنا.